بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام ولضيفيك العزيزين. بالطبع يعني العراق يعني في حال اندلعت الحرب، بمعنى أن العراق سيكون في قلب المعركة وهذا لا يختلف عليه اثنان. لذلك القصف يعني قصف الفصائل للقواعد الأمريكية هي تكون رسالة مبطنة أن الفصائل غير معنية بالكامل بتحفظات حكومة السيد السوداني، وكذلك يعني رسالة أن المحور يعني الفصائل المقاومة هي ستكون في واجهة الضربات القادمة واستهداف القواعد الأمريكية، وكذلك من الغير مستبعد في الأيام القادمة ستكون لها ضربات داخل العمق الإسرائيلي في المرات القادمة. لذلك أنا أعتقد اليوم هي الرسالة باتت واضحة من الجميع، الأيادي على الزناد، الجميع الفصائل ومحور المقاومة من جهة، ويعني سوريا ولبنان وإيران وفلسطين وأنصار الله اليمنيين الحوثيين من جهة، وكذلك الجناح الطرف المقابل يعني إسرائيل وحلفائها من طرف آخر. لذلك أنا أعتقد ينبغي أن تكون الحكمة هي سيدة الموقف، لأنه في حال اندلاع أي اشتباك أو اندلاع أي حرب غير منضبطة يعني من الغير مستبعد سنشهد منطقة محروقة جميعا في الشرق الأوسط. طيب. سيحرق الأخضر واليابس، يعني هذا أمر وارد وغير مستبعد، لأنه السلاح الموجود في منطقة الشرق الأوسط ولدى محور المقاومة على الأقل يكفي للحرب بسنوات عديدة.